اهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتعرف على افضل خطة لنمو حسابات انستغرام خلال ساعة واحدة فقط. وطبعا هذه الاستراتيجية تتطلب منا جهد ساعة واحدة فقط كل يوم. خلي نبدي ونتعرف عليها سوية. اولا راح نخصص 30 دقيقة للتفاعل مع البوستات. طبعا راح تقسم 30 دقيقة الى التالي: 10 دقيقة للتفاعل مع 10 حسابات تتابعها انت، وكذلك تتفاعل مع 10 حسابات يتابعوك، كذلك تفاعل مع 5 حسابات من نفس مجالك تجدها في الاكسبلورر. طبعا خلال نص ساعة راح نتفاعل مع الحسابات اللي نتابعها، وكذلك نتفاعل مع الحسابات اللي يتابعونا، وايضا نتفاعل مع 5 حسابات من الاكسبلورر. طبعا عندما نذهب الى الاكسبلورر راح نجد مجموعة من المنشورات، وكل هاي المنشورات ترند، والافضل انه نتفاعل مع 5 حسابات ترند من نفس مجالنا، يعني مثلا تسويق، تعليم، ترفيه، اي اختصاص اخر مهما كان مجال حسابنا، راح نتفاعل مع الحسابات المناظرة والقريبة على مجالنا. 15 دقيقة للرد على جميع تعليقات المنشورات والرد على الرسائل الخاصة. لابد انه نرد على كل التعليقات اللي موجودة بالمنشورات بالكامل، مع الحرص على اخفاء التعليقات الغير مرغوب بيها، وكذلك حذف التعليقات المسيئة، وطبعا خصوصا التعليقات اللي تشير الى العنف والكراهية. لابد انه نحذفها ونتخلص من عدها من الحساب، لان راح تأثر على نمو الحساب. وكذلك لابد أن نرد على جميع الرسائل الخاصة. 7 دقيقة لمشاهدة 10 ستوريات، وكذلك يفضل أن نعلق ونتفاعل مع الستوريات اللي شاهدناها. آخر 8 دقائق نشاهد ونعلق على 10 مقاطع ريلز، ويفضل أن تكون من نفس مجال حسابنا. طبعا هذه الاستراتيجية راح تطول بالزايد ساعة كاملة يوميا، ممكن تكون أقل، ممكن تكون ساعة. طبعا في حال تم الاستمرار بهذه الاستراتيجية والخطة، راح نضمن لكم نمو الحساب بأسرع وقت وبأكبر عدد من المتابعين.